الصوت عامة هو مسافة جوه الزمن، مسافة جوه الزمن، زي تا، هو ده اللي احنا عايزين نكتبه. هو انا هدوس على النغمة قد ايه، او النغمة هتستمر قد ايه. وكمان الحكاية دي مرتبطة يعني لازم تتنسب للزمن حقيقي عايز بيه النغمة. زي ايه؟ هما اخترعوا ازاي يقيسوا الزمن خلال الزمن العادي بطريقة مثلا قياس النبض. لما تيجي تقيس نبض القلب بيتقال انت ضغطك عالي او واطي، لان المعدل الطبيعي لضربات القلب في الانسان اعتقد هو 72 ل 80 ضربة في الدقيقة. ده معناه انه في 80 ضربة هتتضرب في 60 ثانية. اذا هو نسب عدد الضربات جوه لمين؟ للدقيقة العادية. وبالتالي بقى في حاجة اسمها بيت بيرمننت. تمام؟ ايه اللي يحصل؟ ممكن اقول الصوت ده يستمر في اي سرعة، ولكن في النهاية بقى هقدر اقيس سرعته بالنسبة للزمن العادي. زي ما قلت دي سرعة، ممكن اقول دي سرعة تانية، وتتنسب السرعة دي كام ضربة من دول هيحصلوا في الدقيقة العادية. خلاص؟ إذن زي ما قلنا في الأول، الموسيقى لغة واللغة لها حروف. حروف اللغة دي التالي، الشكل ده، الشكل ده اسمه روند، والروند صوت مستمر الأربع عداد في أي سرعة من البيت بيرمنت اللي خدناهم. فهنفكر في إنها عاملة كده، دي السرعة، ده الصوت اللي مكتوب أنا هدوس قد إيه على النغمة. تا يستمر لأربع عدات. العدة هنا مش نقطة، لأن الصوت مش نقطة. أدي عدة، 2 3 4 5، دي مسافة 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 كده، مظبوط. هم أربع مسافات وفيهم 5 نقط، فالنغمة دي تبقى عاملة كده. بتبدأ عند النقطة الأولى وتنتهي قبل النقطة الخامسة، فيبقى صوتها بأكد عليه تاني. كمان هي ليها اسم تاني اسمه التون الكامل أو هول تون، ده بالإنجليزي ده بالفرنساوي. في حاجة تانية لطيفة لازم نعرفها، انه زي ما تقدر تدوس على نغمة وتستمر، الموسيقى كمان فيها سكوت، زي تارارارام تارام تارام تارارارام تارام تارام. يبقى الموسيقى هي مسافة في وقت بيعدي علينا وبيحصل فيه نغمات أو سكوت عشان في الآخر تبقى موسيقى. فينفع زي ما نقدر نعزف الروند كمان نقدر نسكته، وده يبقى شكلها تحت الخط التالت، دي سكتة روند. يبقى أقدر أقول روند وأقدر أسكته. تا سوري تا